بسم الله الرحمن الرحيم. الفضل العظيم ليوم القر، روى الإمام الأحمد روى الإمام أحمد والإمام السيوطي بسند صحيح وصححه الإمام الألباني: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وبعدها يوم القر. فقال العلماء يوم القر هو الذي يستقر فيها الناس ويستريحون، يعني الناس خاصة الحجاج يستريحون من عناء الحج، من أعمال طواف الإفاضة والنحر وذبح الأضحية وحلو الحلق، فيستريحون من ذلك في اليوم التالي اللي هو يسمى هذا اليوم النفر، يعني الناس بتنفر أو تعود فيه إلى بيوتها. هذا الدعاء يكون مستجاب جدا في هذا اليوم، يوم القر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، فأكثروا فيها من التهليل والتهليل، والدعاء فيه مستجاب. لذلك العلماء قالوا، كبار علماء التابعين زي عكرمة وغيره، قالوا يستحب جدا أن يقال في هذه الأيام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن الدعاء يكون مستجاب. ولذلك أبو موسى الأشعري كان يقول في الثلاثة أيام التي تلي يوم النحر: هي أيام إجابة، أيام استغفار وذكر ودعاء، فأكثروا فيها من الدعاء وترغبوا فيها أو أرغبوا فيها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الدعاء مستجاب. فالعلماء قالوا: ربنا آتينا في الدنيا حسنة، قالوا الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، وفي الآخرة هي الجنة. فيا ريت نكثر من الدعاء ده، من دعاء جامع: ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكل إنسان عنده حاجة ملحة يستغل هذا اليوم اللي هو يوم القر، ويكثر فيه من الدعاء أكثر من التهليل والتكبير والتسبيح. وبعد ما تخلص وردك من الذكر والتهليل والتكبير والتسبيح، خاصة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وبيده الخير على كل شيء قدير. لو قلت لحضراتكم قبل كده روي عن مجاهد يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن أبي الدنيا، إنه إذا قيل في الصباح، يعني إذا هو إذا قيل في الصباح على الأعمال الصالحة يوم القيامة، وإذا قيل في المساء إنه يعد القيامة ليلة حتى الصباح. فده ما قلت أنا والنبيون من قبلي: أعظم من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وبيده الخير على كل شيء قدير. الواحدة منها بالليل في الأيام العادية بتاعت القيام ليلة بحالها، فمالكم بقى في هذه الأيام العظيمة. فاكثروا من التكبير والتهليل والتسبيح، واكثروا من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل يحيي ويميت وبيده الخير على كل شيء قدير، صباحا ومساء، على الاقل قوي 100 مره الصبح و100 مره بالليل، على الاقل قوي. لو قدرت تزود، لان كل واحده بقيام ليله، وانا قلت لحضراتكم قبل كده في الايام العشر الثواب بيتضاعف 1000 ضعف، الا في يوم عرفه بيتضاعف 10000 ضعف. واكثر من الدعاء، كل انسان اللي عنده حاجه ملحه يكثر يطلبها من رب العالمين سبحانه وتعالى، واكثر من هذا الدعاء: ربنا اتينا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اقول قولي هذا، استغفر الله.